وتلبى واطي ويموت. طيب دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرض جو الذي يملكه كل فرد، الحذاء. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا وزجاجا. تحتاج إلى تطهير وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا بلاش. يا كده عيب، ده كده تجريح، ما ينفعش ده كده تجريح. لا 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 تمام. طلع انت قرير من مرجعيات دوليه يا سارة. وهو قاعد مثل الاهبل مش عارف. طيب انت عم تحكي يا خلاص. لا وحين ترتفع نبرة التهديد وتعجز تلك الأسلحة الفردية يأتي دور السلاح الثقيل والقصف باستخدام الكراسي وحتى الطاولات. وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة المباشرة، وحينها تبرز مواهب الضيوف القتالية ضمن هذا الأولمبياد العربي الديمقراطي. وكالعادة يتلقى المواطن العربي لكمات الساسة لتنتفخ همومه أكثر فأكثر، ويتأكد يوما إثر يوم أن البسوس وناقتها ما زالوا وتلبى واطي ويموت. طيب دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرض جو الذي يملكه كل فرد، الحذاء. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا وزجاجا. تحتاج إلى تطهير وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. يعني صح ولا لا؟ بلاش تجاوز. أجيب تسجيلات بكده؟ لا بلاش. يا كده عيب ده كده تجريح. ما ينفعش ده كده تجريح. لا طلع انت قرير من مرجعيات دوليه يا سارة. وهو قاعد مثل الاهبل مش عارف. طيب انت عم تحكي. بك يا خلاص. لا وحين ترتفع نبرة التهديد وتعجز تلك الأسلحة الفردية يأتي دور السلاح الثقيل والقصف باستخدام الكراسي وحتى الطاولات. وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة المباشرة، وحينها تبرز مواهب الضيوف القتالية ضمن هذا الأولمبياد العربي الديمقراطي. اطلع رجالك.
وكالعادة يتلقى المواطن العربي لكمات الساسة لتنتفخ همومه أكثر فأكثر، ويتأكد يوما إثر يوم أن البسوس وناقتها ما زالوا. طيب خد مع الهريك. لا 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 انسى اللي شاكر شاكر انت اللي شاكر يا اخوان انت اللي بدأ. لا يا انسى اللي بدأ. وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة المباشرة، وحينها تبرز مواهب الضيوف القتالية ضمن هذا الأولمبياد العربي الديمقراطي. اسمع اسمع اطلع رجال انا اتكلم على اشمر وكالعادة يتلقى المواطن العربي لكمات الساسة لتنتفخ همومه أكثر فأكثر، ويتأكد يوما إثر يوم أن البسوس وناقتها ما زالوا ويموت. دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرض جو الذي يملكه كل فرد، الحذاء. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا وزجاجا. تحتاج إلى تطهير وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا اسمح بلاش. يا كده عيب كده عيب كده عيب ده كده تجريح. ما ينفعش ده كده تجريح. لا 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 شباب طلع انت قرير من مرجعيات دولية. يا سلام وهو قاعد مثل الاحمد مش عارف. طيب انت عم تحكي بك يا خلاص. لا وحين ترتفع نبرة التهديد وتعجز تلك الأسلحة الفردية يأتي دور السلاح الثقيل والقصف باستخدام الكراسي وحتى الطاولات. وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة. وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة المباشرة، وحينها تبرز مواهب الضيوف القتالية ضمن هذا الأولمبياد العربي الديمقراطي. اطلع رجال انا اتكلم على اشمر وكالعادة يتلقى المواطن العربي لكمات الساسة لتنتفخ همومه أكثر فأكثر، ويتأكد يوما إثر يوم أن البسوس وناقتها ما زالوا. ويموت. دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرض جو الذي يملكه كل فرد، الحذاء. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا
وزجاجا. تحتاج إلى تطهير وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. يعني صح ولا لا؟ بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا محمود بلاش. يا جدعان جدعان ده كده تجريح. كده ما ينفعش. ده كده تجريح. لا 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 تمام. طلع انت قرير من مرجعيات دوليه. يا سلام. وهو قاعد مثل الاهبل مش عارف. طيب انت عم تحكي. يا خلاص. لا. وحين ترتفع نبرة التهديد وتعجز تلك الأسلحة الفردية، يأتي دور السلاح الثقيل والقصف باستخدام الكراسي وحتى الطاولات. انت اللي بدأ. لا يا انت اللي بدأ. لا يا لا